السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقال النهاردة عن اجعل مبدأك البحث عن المعرفة فهي لا تبحث عن أحد. بمعنى ايه؟ المعرفة مطلوبة في كل نشاطات الحياة، مش في تربية الأرانب بس. لو مسكنا مثلا الإنتاج الحيواني اللي هو من ضمنه الأرانب، لكن في أنواع تانية من الحيوانات والدواجن زي المواشي وزي الأغنام وزي الدجاج، والدجاج أصناف، في بياض وفي تسمين وفي أمهات وجدود، وشرحه البط وشرحه الحمام. كل مجال في الإنتاج الحيواني والدجني، وطبعا الإنتاجات الزراعية وكل الكلام ده محتاج المعرفة، لأن كل حاجة أو كل نشاط فيهم له ظروفه، من ناحية البيئة ومن ناحية التغذية ومن ناحية الأمراض ومن ناحية المشاكل اللي ممكن تأثر فيه. عشان كده بركز أنا على حكاية ضرورة المعرفة العلمية المسبقة. الواحد يجري وراء المعرفة. زمان لما بدأت أعمل تغيير ذاتي عشان أدخل في المجال ده، ما كانش مجالي بس كنت حابه، لكن الظروف ما كانتش مساعدة، يعني لا ماديا ولا المكان. فكنت بجهز نفسي لليوم اللي لما أنا أقدر أنفذ يبقى عندي الخلفية العلمية. فكنت بنقرأ كتير في المجال اللي أنا رغبته. الأول قريت عن جميع الأنشطة بتاع الإنتاج الحيواني والدجين، وكنت لما نيجي نقرأ عن حاجة معينة زي مثلا المواشي، ولا بنقرأ نلاقي إن الدورة بتاعتها طويلة، بتاخد سنة سنة أقعد أنا أدفع الإيجار والتغذية والعلاجات والعمالة بدون عائد، أدفع يعني من لحم الحي. فطبعا تعمقت شوية اني لقيت ممكن نجيب لمؤاخذة عجول ونسمنها، وهيبقى المدة بدل سنة هتبقى 6 شهور. طب ما هو برضو نفس المبدأ، برضو نفس الطريقة بتاعت الصرف. فهنا بروح واقف عن تكملة التعمق في دراسة البند ده اللي هو مثلا بتاع تربية المواشي. الأغنام شرح برضو بتاخد وقت، وخطورتها كمان في انها معرضة للسرقة اسهل من المواشي. يعني عموما انا مش هنتطرق لكل حاجة انا دخلتها. انا عن نفسي لا مؤاخذة جربت الارانب، وجربت دجاج التسمين، وجربت البط المسكوفي تحضين وتسمين، وخسرت فيه لاسباب ممكن ابقى افسرها في فيديو ملحق يعني. لكن الفكرة من الكلام ده ان انا ما كنتش بكتفي بالكتب. انا ممكن كنت احضر، اولا انا عضو في جمعيتين للانتاج الحيواني والدجاجي، وطبعا لا مؤاخذة انسحبت منهم لان ما لقيتش الفاعلية اللي هي تفيد الناس. كلام فقط واجتماعات، وإذا كان في اجتماعات كمان ولا تفيد الناس. فكنت مبدئي أنا لو لقيت المعلومة في ورقة طايرة أنا أطير وراها أجيبها وأطلع عليها. وبعدين برضو نصيحة للمرضيين، مش كل اللي يتقال ولا كل اللي يتسمع يبقى هو صح 100%. كل ما المربي بيستقبل معلومات هتتضح له الصورة دي، اللي أنا بقراه أو اللي أنا بسمعه ده مظبوط ولا مش مظبوط. وإلى لقاء آخر بمشيئة الله.